عاد النشاط والإقبال على السفر من خلال حركة الحجوزات سواء عن طريق مكاتب السياحة والسفر أو عن طريق الأونلاين. خفت شوي وجهة السفر على أوروبا، أكثر الناس عم تركز يعني على شرق آسيا وعلى تركيا وعلى الدول اللي ما بيحتاج فيزا أو الفيزا أون أرايفل يعني. تركيا ودبي والقاهرة إضافة إلى بعض دول شرق آسيا أصبحت أكثر وجهات السفر للمواطنين خلال العطلة الصيفية الحالية. أولاً إقبال الناس على المكاتب السفريات الشغل اتغير عن زمان، الأونلاين ظهر، الأونلاين واخد مننا جزء من الشغل، بس ما زالت برضو في أغلبية من الناس بتتعامل عن طريق المكاتب، ممكن ما يجيش المكتب بس هو عن طريق التليفون الموضوع خلصان. أكثر الوجهات عندك تركيا بجميع مناطقها، طرابزون وزنجول، بودروم، أنطاليا، القاهرة، الساحل الشمالي، الغردقة، الجونة، في لندن، في دبي طبعا. حركة الركود للسفر إلى أوروبا تأتي بسبب الازدحام الكبير على حجوزات المواعيد للسفارات من أجل الحصول على الفيزا لدول أوروبا. هو الحجوزات حاليا هذا كلها متوقفة على الفيز بالنسبة لنسبة 99%، لأن السيستم الفيز اللي هو التابع لوكيل السفارات اللي سلمك مسكر بشكل دائم. يعني عندنا بعض العملاء عايزة تاخد فيزا مثلا من أي دولة أوروبية بتلاقي السيستم ما فيش مواعيد. ولكن بشكل عام لا تزال الحجوزات تزداد نشاطا خلال الفترة الحالية، خصوصا مع ازدياد عروض السفر من قبل شركات السياحة والسفر. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.